دكتور، عايزينك تكلمنا اكتر عن صفات الشخصيه الاعتماديه. مين هي الشخصيه الاعتماديه؟ الانترو اللي قلتيه ان احنا كتير بيقع معانا شخصيات، يعني ما حدش فينا تقريبا في حياته ما تعرضش انه يتعامل مع شخص اعتمادي. لان احنا الحقيقه ان كلنا بنبقى اعتماديين في الاول واحنا اطفال، يعني بيبقى عندنا اعتماديه شديده على الاهل. بالظبط. والمفترض ان احنا لما بنكبر ونبتدي يعني نكون شخصياتنا بنقلل الاعتماديه دي، بنسحبها واحده واحده، بتحل مكانها الاستقلاليه. ان انا بتعود استمتع ان انا اعمل حاجه لوحدي. يعني تلاقي طفل عنده 4-5 سنين بيبقى عايز يلعب اللعبه لوحده، عايز يعمل حاجه هو، عايز ياكل لوحده، عايز يجرب، عايز مثلا يرتب الحاجه في السوبر ماركت لوحده. فاحساس الاستقلاليه ده ممتع للبني ادم. المشكله ان في مننا ما بينضجش وما بيكملش، فبيفضل عنده اعتماديه شديده، ملتصق بحاجه يطلع جنبها زي الزرع كده اللي بيطلع على حاجه، بيحتاج حاجه عشان يكمل بيها. مش بيعرف ياخد قرار، مش بيعرف ان هو ينفصل عن اللي حواليه. هو طول الوقت عايز الدعم من اللي حواليه، عايز كلمات تأييد لكل حاجه، عايز حد يفكر مكانه وياخد خطوات مكانه. حد يناوله كوبايه الميه، يعمل كل حاجه، هو مش عايز يفكر ولا ياخد قرار في اي حاجه. طب ده بيحصل ليه؟ غالبا بيكون الاهل اوفر بروتكتيف، الاهل بيكون عندهم حمايه زياده. يعني الاهل بيمنعوا الولد ان هو يجرب، بيمنعوه ان هو ياخد تجربه في اي حاجه، فبالتالي هو اللي بيقرر ان هو يسند عليهم بعد كده. ممكن يكونوا اهله متشائمين يا دكتور، معلش عشان انا ربطتها بالفقره اللي فاتت. ممكن يكونوا اهله متشائمين فبيخافوا عليه زياده، فبيطلع الطفل عندهم خوف زياده، اما ان هم عندهم اضطراب القلق والتوتر، او ان هم بيخافوا من حاجات وهميه. فبالتالي هم بيفترضوا عليه ان هو لازم يحموه حمايه زياده. لان اي شخص اعتمادي عنده اعتماديه مصاحبه، عنده كوديبندنت، عنده حد بيسند عليه، فبيغذي عنده الاعتماديه. فبتلاقي الام بتحب جدا ان بنتها تبقى معاها طول الوقت، ما تاخدش قرار من غيرها، ما تشتريش حاجه غير وهي موجوده، هي اللي تختار لها لبسها، تبقى مبسوطه جدا بده، فتطلع شخص اعتمادي جدا عليه، تعرفش بعد كده تعمل اي حاجه. طب